بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن مادة تطبيقات النشاط الكهربي للعضلات. أعد هذه المادة أستاذ دكتور ياسر سابكي، أستاذ رئيس قسم علوم الحركة الرياضية، وقدم وأخرج هذه الحلقة مدرس دكتور سامي صابر، مدير المختبر العلمي ومدرس دكتور بقسم علوم الحركة الرياضية. النهاردة في موضوعنا الاختبارات المتاحة لقياس النشاط الكهربي لعضلات أجزاء الجسم المختلفة. أهلا وسهلا بيكم أعزائي الطلاب والمستمعين. النهاردة إن شاء الله هنستكمل المحاضرة الثالثة، هنبدأ إن شاء الله على بركة الله هنستعرض الشرايح في العرض التقديمي لحلقة النهاردة. احنا طبعا خدنا الموضوعات دي المرة اللي فاتت، والنهاردة الاختبارات المتاحة لقياس النشاط الكهربائي لعضلات أجزاء الجسم المختلفة، ده موضوعنا النهاردة. احنا هنمر مر الكرام بس على أجزاء معينة في المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة التانية اللي هي بروتوكول أيكون. احنا طبعا عرفنا خلاص قائمة بيرسون، قائمة بيرسون ديت بنملى فيها بيانات اللاعبين، أو بيبقى فيه بيانات موجودة كده في التولز هنبقى نشرحها لاحقا. البيانات ديت بيملاها الطبيب أو القائم على عملية القياس، والمعهد أو الجامعة اللي بيطلع منها الكلام ده، دي بتبقى موجودة في قائمة تولز في بيرسون. الهدف الأساسي منها إن لما ينطبع التقرير في بيانات اللاعبين أو بيانات اللي تم القياس بيها مع الجهة أو المؤسسة التابع لها هذا اللاعب أو الجهة اللي خرجت القياسات دي في قائمة بيرسون. وبعد كده قلنا ان قائمة بيرسون ديت عشان نملى البيانات الاساسية، وبيبقى فيه بيانات سنوية ممكن نملاها او لا. وبعد كده بعد ما بننتهي خالص وبنملى البيانات ديت بنقفل الايقونة دي، او وبعد كده بنتحرك على قائمة بروتوكول، دي الايقونة التانية. قائمة بروتوكول، قلنا قائمة بروتوكول لما بندوس عليها بيطلع لنا الشباك الحواري ده. الشباك الحواري ده اتكلمنا ان هنا في اجهزة ملحقة بالتليمتريك. التليمتريك ده هي الوحدة اللي بتتركب على البي سي او الكمبيوتر الحاسب الالي، والتليمتريك ده هو الوحدة اللي هي بتستقبل الاشارات اللي خارجة من الاجهزة الملحقة بها. احنا النهاردة طبعا احنا الجهاز بتاعنا اللي احنا شغالين عليه جهاز الاي ام جي. جهاز الاي ام جي دوت بنعرف الجهاز ان الاي ام جي هو ده اللي احنا عاوزينه، ده في سيجنال، هي دي الاشاره اللي هو هيستقبلها. وبعد كده بنختار الاصدار من ديفايسز، اصدار الجهاز اللي عندنا. وبعد ما بنختار الاصدار بنبدا نعلم على الكونفيجريشن التابع للاصدار ده. الكونفيجريشن ده هو التعريف اللي من خلاله يقدر الحاسب الآلي ان هو يتعرف على التليمتريك، وبالتالي تبقى القياسات بتاعتنا مظبوطة. لما نبدأ نعرف كمان جهاز الاي ام جي، ده التعريف مبدئي ان احنا بنعرفه من خلاف الكمبيوتر ان التليمتريك ده هو هيقيس او هيستوعب البيانات بتاعت الاي ام جي. وبعد كده قلنا ان احنا بعد ما بنخلص الشباك الحواري ده خلاص بندوس كلوز، تمام، فبيفتح لنا شباك تاني. الشباك التاني ده هيفتح منين بقى؟ ندخل على القائمة اللي جاية. يبقى عندنا هنا خمس أجزاء للجسم. الخمس أجزاء دول قولها هنا دلوقتي. احنا عندنا في الشريحة دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وهنتكلم عنها بمزيد من التفصيل المرة دي. عندنا هنا حاجة اسمها الكونفيجريشن، تمام. احنا قلنا الكونفيجريشن ده هو التعريف للجهاز التليمتريك.
وعندنا السيجنال سورس هو الجهاز اللي هيستوعبه او اللي هيلقط ليه الجهاز التليمتريك الاشاره، وهو اللي هيبقى الاي ام جي. وبعد كده عندنا تايب اوف ميجرمنت هو نوع القياس، وعندنا ميجرينج كومبوننت اللي هو مكونات القياس. طبعا التايب ميجرمنت هنتكلم عليه في المحاضره دي مع الميجرينج كومبوننت. عندنا كيفية عرض واختيار البروتوكول. البروتوكول لما بنيجي نختاره بيبقى فيه عندنا بروتوكول جديد لو احنا هنعمل قياسات جديدة. عندنا هنا البروتوكول، لما البروتوكول ليه طريقتين، ليه طريقة ان احنا بناخد بروتوكول تم قياسه قبل كده، وفي عندنا نيو بروتوكول. لما هنيجي نختار او البروتوكول اديتور، البروتوكول اديتور لما بنيجي نختاره بيطلع لنا 5 اجزاء للجسم. ال5 اجزاء دول هما الجسم كله، وبعد كده الرأس والرقبة، وبعد كده الاطراف العلوية، ثم الجسم الانسان باستثناء الرأس والاطراف، وبعد كده اخر حاجة الاطراف السفلية. طيب عندنا بعد كده احنا طبعا اتكلمنا عن الايديتور نيم، وضع اسم المستخدم، والكويك بروتوكول اللي هو البروتوكول الجاهز للعضلات بتاعته. كل اللي انا بعمله ان انا بشوف العضله اللي موجوده في البروتوكول دوت، وببدا اوصلها باللعب على طول من غير ما ابدا اظبط فيها اي حاجه. وفي ادفانس بروتوكول لاختيار نظام جديد بيتم تصميمه، انت بتختار مجموعه العضلات اللي هتشتغل عليها وهتقيسها، وبتبدا انت تختار بقى عضلة من الطرف العلوي أو عضلة من الطرف السفلي. ده بيبقى موجود في أول اختيار اللي هي عضلات الجسم كله. طيب وبعد كده عندنا وضع اسم للنظام المستخدم، ثم اختيار ادفانس بروتوكول. يعني انت لما بتيجي تعمل اختبار جديد لازم تحط اسم للاختبار ده، اذا كان بقى لاعب تنس، لاعب سلة، لاعب طايرة، بحيث ان انت القياسات بتاعتك دي ما تتلخبطش مع قياس تاني. وبعد كده بندوس نيكست، وبعد كده بنعرف الجهاز بعد ما بيدينا نيكست. وطبعا زي ما احنا ما قلنا بيطلع لنا ال5 اجزاء دول اللي هو الجسم كله والرأس والرقبة، وبعد كده الاطراف العلوية، وبعد كده جسم الانسان باستثناء الرأس والاطراف، وبعد كده الاطراف السفلية. بعد كده بنختار مواضع اختيار موضع العضلات المراد اختبارها، وندوس نيكست، ونختار العضلات اللي بعديها، وهكذا. تظهر شاشة اختيار مصدر الإشارة، طبعا هنعلم على الاي ام جي، وبعد كده نضغط على سيلكت سورس ونضغط على نيكست، هتظهر لنا الشاشة الآتية. تمام، دي الشاشة اللي احنا بنختار منها مصدر. هنا بيطلع لنا سورس ماسلز، تمام، بيطلع لنا سورس سيلكشن. تمام، بنحدد العضلات المراد قياسها. هنلاقي هنا طبعا حاطط لنا المجموعات العضلية في أجزاء الجسم، وهنا الأطراف. طبعا هنا 4 قنوات عندنا طبعا في البرنامج بتاعنا، 8 قنوات. بنختار طبعا أول قناة، وبعد كده ندوس عليها ويطلع لنا المجموعات العضلية بتاعت الجزء اللي احنا اخترناه، زي بقى الطرف السفلي أو الطرف العلوي أو جسم الإنسان كله. ونبدأ ندوس على العضلة علشان نشوف الالكترود هيتوصل ازاي. تمام، ونبدأ نوصل كما هو بالرسم الالكترودات للاعب في نفس المكان اللي هو موجود في الرسم عندي هنا. تمام، وبعد كده نشوف بقى انا اخترت العضلة صح في الجانب الايمن او في الجانب الايسر، واشوف مكانها متوصل صح ولا لا. وبتأكد لو فرض ان انا وصلتها غلط بدوس على ديليت ماسلز علشان اختار حاجة تانية، وهكذا. يعني ممكن ان انا بعد ما اركبها وكل حاجة وافق عليها ان انا امسحها واختار غيرها على نفس القناة، مفيش اي مشاكل. عندنا بعد كده هنا في الشباك الحواري ده، انا اتكلمت برضو في الكلام ده المرة اللي فاتت، بس مريت مرور الكرام بسرعة عشان استعرض اكبر قدر ممكن
من إمكانيات الجهاز. النهاردة هنتكلم بقى بشكل تفصيلي عن أشكال اللي هتطلع لنا في القياسات، والقياسات ديت بتتنفذ بنطبقها فين وهكذا. فاحنا عندنا أول حاجة في الشباك الحواري اللي اسمه بروتوكول إيديتور، تمام؟ عندنا أونلاين ريل تايم ميجرمنت، تمام. طيب هنشوف هنا الإشارة، هنا يعني الجهاز وهو شغال، تمام، اونلاين ريل تايم. يعني ايه اونلاين ريل؟ يعني القياس الحقيقي في نفس الوقت. يعني انت دلوقتي اللاعب بيشتغل وانت بتقيس له بالظبط في نفس الوقت. ايه ده؟ يعني احنا ممكن نقيس له من غير ما الجهاز ما يخزن. ممكن في اجهزه تي ام جي بيبقى فيها ميموري، الاجهزه ديت بتعمل القياسات بتاعتها واخزنها، وبعد كده اجي اوصلها بالتليمتريك علشان افرغ البيانات. في الحاله دي بختار الاختيار التاني، لما بيكون القياس عملته بعيد عن جهاز التليمتريك. يبقى انا كده خزنت الشغل بتاعي على الميموري، وبعد كده لما بروح المعمل، يعني انا ممكن اخد معايا الاي ام جي ده في اي حته في الملعب او في الصاله، واقيس لي اللاعب القياسات بتاعته، وبعد كده اتخزنت خلاص فيه، وارجع تاني اقوم بعد ما ارجع المختبر اقوم بقى منزل الداتا دي من الاختيار التاني، اوصل الجهاز واختار الاختيار التاني دوت. فالجهاز اوتوماتيكال الاي ام جي هيفرغ الحاجه بتاعته على الحاسب الالي بعد معالجتها من خلال جهاز التليمتريك. عندنا بعد كده عندنا في طرق لعرض القياس، والطرق ديت اللي هي متاحة قدامنا هنا انا هتكلم عنها بالتفصيل، بس الاول نشوف هنا المصطلحات اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وهنتكلم عنها المرة دي بشيء من التفصيل. عندنا الاونلاين اور داونلود، يعني انت بتقيس والداتا بتاعتك بتنزل على طول، بتتورد من الاي ام جي على التليمتريك ومنها الى الحاسب الالي، يعني اونلاين. عندنا وطبعا قلنا الفيلد داونلود، يعني بتاخد القياسات بتاعتك من الاي ام جي بعد ما تكون قست بقى من اسبوع ولا من 10 ايام ولا من اي وقت، وفي اي وقت رحت المختبر بتنزل الحاجه بتاعتك ديت من على الاي ام جي. عندنا بعد كده ده في البارت ايه، بارت بي خلاص، طرق عرض القياس. في طبعا في عرض القياس عندنا اشكال كتيره. ايه الاشكال دي؟ هل الاشكال دي كلها زي بعضها؟ لا، هنشوفها دلوقتي في الرسمة اللي جاية. في عندنا حاجة اسمها وينشوز راو بوكس كاونتينج جراف، تمام، وفي عندنا وينشوز افريج بوكس كونتينوس جراف، وعندنا في وينشوز ترينر بوكس دايناميكال بار، وفي عندنا بيك تو بروتوكول. احنا علشان نعرف الكلام ده هنتطرق للرسمة اللي جاية، او هنتطلق للشكل ده وبعد كده الرسمة دي، وبعد كده هنرجع تاني للايه، للعرض اللي فات. احنا لعرض القياسات في 4 طرق لعرض القياسات رئيسية للتسجيل. اول طريقة تسجيل الاشارة الخام للعضلات اللي هي اسمها رو، وهي تنقسم الى 3 انواع. رو دايناميك، يعني المهارات الديناميكية التي تتسم بالحركة، وممكن نقول عليها مثلا زي مهارات الجمباز على جهاز العقلة، وفي على جهاز حصان الحلق برضو، دي مهارات ديناميكية متحركة ما بيبقاش فيها ثبات إلا قليل جدا. لكن ممكن نقول كمان إيه، إن حصان الحلق ساعات اللاعب بيعمل اوضاع استاتيكية في الفينش، فدي مش هتبقى تنفع، ان هي هتبقى ديناميك. الديناميكية زي مهارات العقلة ومهارات الجهاز الارضي، الجهاز الارضي برضو ما فيهاش مهارات ديناميكية، متحركة دائما. طيب وعندنا روينج فري، دي غير مقيدة بنوع اداء معين،
وهي الأكثر استخداما وشيوعا، لأن معظم الأنشطة الرياضية ساعات بيبقى فيها أوقات بيبقى فيها ثبات وفي بيبقى حركة، فهي دي اللي بتبقى مستخدمة في إيه في القياس. وفي رابعا عندنا ده كل ده في أولا في تسجيل الإشارة الخام للعضلات، ثانيا تسجيل الإشارة بعد معالجتها تلقائيا اللي هي الأفريج. يبقى احنا عندنا الأولى تسجيل الإشارة الخام للعضلات اللي هي رو، اللي هي رو دايناميك ستاتيك فري، تمام. وعندنا الطريقة التانية الأفريج، دي الطريقة ان انت بتسجل الإشارة وبتعالجها إحصائيا بالمتوسط الحسابي. بتنقسم برضو لثلاث أنواع، اللي هي الأفريج ستاتيك للمهارات اللي تتسم بالثبات، وأفريج دايناميك للمهارات الديناميكية التي تتسم بالحركة، وأفريج فري دي الغير مقيدة بنوع الأداء. يبقى احنا الفرق ما بين الطريقة الأولى والتانية ان الطريقة الأولى خام والطريقة التانية بتتعالج من خلال متغيرات إحصائية. طيب الطريقة التالتة وهي تسجيل الإشارة في صورة رسم بياني، وده احنا برضو ممكن هنتطرق ليه سريعا وهنشوف الرسم البياني بيبقى شكله ايه، تمام. وهذا النوع مناسب لعمليات تدريب العضلات او تأهيلها، وتنقسم برضو لثلاث انواع، ترينر دايناميك للمهارات الديناميكية اللي تتسم بالانقباضات او بالحركة، وترينر استاتيك للمهارات الثابتة، وترينر فري الغير مقيدة بنوع اداء معين، وهي أقرب للتمرينات التأهيلية أو التمرينات الغرضية في الرياضة. رابعا الطريقة الرابعة وهي طريقة تنزيل القياسات التي تم قياسها بطريقة غير مباشرة، اللي احنا اتكلمنا عنها في الشريحة اللي فاتت، وقلنا ان احنا بتنزل الداتا من فيلد داونلود، اي التي يتم تسجيلها على وحدة القياس ثم يتم تنزيلها على البرنامج في وقت لاحق لمعالجتها، ويتم هذا النوع من القياس في القياسات التي تتم في وقت كبير ومسافات بعيدة مثل الماراثون الجري وهكذا. مش هينفع ان انا انقل الكمبيوتر والحاسب الآلي والحاجات دي بتتأثر بالتراب والعوامل الجوية والشمس، فبناخد بس وحدة القياس مع الأسلاك بتاعتنا بنركبها للاعب، أو ممكن تبقى الكترولدات واي فاي من غير أسلاك، ويقوم اللاعب بالأداء، وبعد كده في الآخر خالص الحاجة بتتخزن على ميموري، والميموري في أي وقت إن أنا أعمله تحميل من خلال المنطقة دي فيلد داونلود. هذه الأشكال اللي إحنا بنستخدمها، إحنا اتكلمنا على الروينج دايناميك أو ده شكل من الأشكال لتسجيل الداتا. لو كانت المهارات ديناميكية فأنا بختار التمرينات السريعة، تمام، بختار الشكل ده وأسجل. لو أنا عندي روينج ستاتيك، تمام، المهارات الرياضية الثابتة زي الارتكاز على جهاز الحلق وما يماثلها بقى من أنشطة رياضية فيها ثبات، هنقول مثلا رفع الأثقال، كمال الأجسام مثلا. عندنا بعد كده روينج فري، اللي هي روينج فري كومبوننت ويزاوت تايمينج، يعني مش متعلقة بوقت، فبنختار الشكل ده. وبعد كده عندنا الافريج دايناميك، احنا دخلنا بقى في النوع التاني يعني كل اللي فوق ده النوع الاولاني، بعد كده النوع التاني اللي هو بيتعامل بالمتوسطات الحسابية، افريج دايناميك ده شكلها، افريج ستاتيك ده شكلها، افريج فري وده شكلها برضو المهارات الايه الحرة. عندنا بعد كده ترينر دايناميك وترينر ستاتيك وترينر فري. طبعا انتوا خدتوا الشكل ده عندكم وطلبت منكم ورقة دراسية بالشكل ده، وهنا نفس الكلام برضو، احنا ده النموذج الثالث اللي هي تسجيل الإشارة في صورة رسم بياني، اللي هي الأعمدة اللي انتوا شايفينها دي في شكل رأسي وهكذا. طيب وإيه بقى اللي تحت ده؟ داونلود فيلد أوف لاين ميجرمنت، يعني إن أنا بنزل بختار الأيقونة دي لما أكون أنا بشتغل على لما أكون أنا بعمل قياسات
ومفيش اي تواصل، مفيش اي قياس، يعني داونلود فيلد اوف لاين ميجرمنت. يبقى انا بنزل الداتا بتاعتي من خلال الوحده المتنقله اللي هي الاي ام جي، بنزلها ومفيش اي قياسات ولا اي حاجه، والاوف لاين مطفي مفيش اي قياسات. يعني دي قياسات انا عملتها في ملعب او في صاله بره، وفي اي وقت دخلتها المعمل وايه وعملت لها داونلود. طيب احنا اتكلمنا عن التليمتريك لكن ما اتكلمناش على الاي ام جي. فانا ايه هفتح لكم الكتالوج. الكتالوج ده فيه طبعا، الكتالوج ده انا شيرته معاكم في الجروب، تمام، وهو موجود. لو كتبت يوزر مانوال ميجا وين على الانترنت هينزل لك على طول اول اختيار، هتقوم عامل له تحميل، وتاني اختيار برضو الكتالوج بتاع الاي ام جي ازاي تشغله والحجاره والكلام ده، البطاريه اللي بتشتغل بيها. طبعا البرنامج ليه باسورد وليه اسم الشركه، اسم الشركه، دي تعليمات التشغيل وتسطيب البرنامج. انت طبعا لما بتسطب او بتحط البرنامج التشغيل لازم تكون موصل الجهاز من خلال الكابل المخصص ليه بالكمبيوتر، تمام، وبتمشي مع البرنامج وبتنزل الكاليبريشن، ما هو ملف كده بتحمله من الاسطوانة بتاعت الجهاز، تمام. الجهاز ده عبارة عن، هنا هو بيقول لك هنا 4 قنوات، و ده الإصدار بتاعه، بس ده إصدار حديث أحدث من اللي عندنا في الكلية. أنا اللي يهمني في الموضوع ده بقى أهو، أنت دي تعليمات التشغيل إزاي أنت تشتغل وتسطب البرنامج وإيه البروتوكول اللي بتدخل عليه وهكذا. أنا ما يعنيني في الموضوع ده، وطبعا إزاي توصله بالإنترنت عشان تعمل تحديثات للبرنامج وللجهاز لو كان في أي تعريفات في الجهاز من جوه بتحدثها، تمام. أنا ما يعنيني صفحة 40. هذه واجهة البرنامج، بس دي واجهة متطورة شوية، ولازم تبقى عارف إن هيطلع لك الفايل لما تيجي تدوس اكسبورت، الفايل بالامتدادات اللي موجودة قدامك دي، الـ MXF والـ ASCII، تمام، والـ TFF والـ AVR والـ RAW، كل دي امتدادات للداتا اللي هتطلع لك اكسبورت لما تيجي تخرج الداتا اهي، اكسبورت وتبدأ تخرج الداتا من الأيقونة دي، تمام، او تستدعي الداتا من الأيقونة دي. وده طبعا اسم الملف بيرسون، بيرسون. انا بس يعني ايه نحاول ان احنا نتعرف مع بعض على البرنامج وعلى الجهاز والاصدارات بتاعته الحديثة، بس احنا الاصدار اللي عندنا قديم، ان شاء الله طبعا هنحدثه وهيبقى ننتقل بعد كده على الشاشة دي. هذه اللاعب اهو، نركب العضلتين في الساق اليسرى، وهذه شباك الحوار، طبعا بدء التشغيل عند الضغط على ميجر ايكون هنا، وبتدوس على ران بروتوكول، وهي نفسها اول ما بتدوس عليها ران بيبقى الجهاز شغال او القياس شغال، وهي بتقلب على طول بلون احمر وبيبقى مكتوب عليها اند بروتوكول، بحيث ان انت لما تخلص القياسات بتاعتك هتدوس على اند بروتوكول، تمام. بعد كده انت طبعا عندك هنا العضلتين، وهنا زي ما انت شايف هنا 1 ضبط القيمة العظمى للمساحة، احنا اتكلمنا هنا ان دي ضبط القيمة العظمى، وبعد كده 2 ضبط القيمة الصغرى للمساحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ضبط القيمة العظمى والقيمة الصغرى؟ يعني الرسمة دي لما بتبقى اكبر من الشباك اللي انت شايفه ده فاحنا بنصغرها
او بنصغرها من هنا او بنكبرها من هنا، بحيث ان الاشارة كلها تبقى طالعة قدامنا بالشكل ده، ما تبقاش خارجة عن حدود الصفحة او حدود الحارة اللي هي مخصصة ليه. يبقى احنا بنضبط من 1 و2 بحيث ان الاشارة تبقى جوه الشباك الحواري المخصص ليها. وبعد كده 3، وحدة قياس الاشارة بتبقى معروف بقى وحدة القياس دي في الرجل الشمال ولا اليمين، فطبعا هي معمولة هنا على الليفت، تمام. وبعد كده 4، شاشة رسم الإشارة، ادي الشاشة بتاعت رسم الإشارة. 5، اسم مصدر الإشارة، اسم مصدر الإشارة اللي هو هنا. وبعد كده 6، ضبط المعيار، ادي المعيار ده انت بتضبطه بنفسك لما بتلاحظ ان في اختلاف في القراءة، فبتبدأ انت تقوم حاطط المعيار ده في المنطقة اللي فيها اختلاف في الإشارة، عشان تبدأ بقى تعمل دراستك وتعلم بقى من وإلى وهكذا. لو تلاحظ كده الإشارة دي واضحة جدا ان هنا اقل من الجهة اليسرى، ونفس الكلام هنا اقل من الجهة اليسرى. فاحنا حطينا الانديكيتور ده او المعيار ده، حطيناه في المنطقة دي بالظبط عشان نحدد المنطقة اللي احنا عاوزين ندرسها من وإلى. بعد كده 7، ضبط عدد شاشات الإشارة المعروضة اللي هي المنطقة دي. دي لما هدوس عليها هنشوف دلوقتي في الفيلم، لما هدوس عليها على البرنامج اللي موجود في الكلية هيطلع لك بقى ايه القنوات اللي انت بتقيس بيها، اذا كانت قناة اولى ولا تانية ولا تالتة. وارد ان ال8 قنوات تكون تقيس بيهم، بس انت هنا طلبت من الكومبو بوكس ده ان انت تعرض بس قناتين. لو دوست واخترت 8 يجيب لك ال8 قنوات، سواء انت مشغلهم او مش مشغلهم فهي بتظهر لك ال8 قنوات. فهو هنا اختار القناتين بس اللي هو بيعمل عليهم الدراسة بتاعته. بعد كده عندنا 8 اللي هو ضبط عرض الرسم، وده هنا 8 ده يعني ايه بقى عرض الرسم؟ ايه عرض الشكل وعرض الرسم؟ طيب احنا قلنا ان اسم ضبط عدد شاشات الإشارة ده 7، تمام؟ اللي هو انا يعني عرفتكم ان الايقونة دي بتختار ايه القناة اولى وتانية وتالتة، بتلمهم كلهم في الشاشة دي وهنشوفهم في الفيلم اللي جاي. لكن عندنا هنا دي يعني ضبط او ضبط عرض الرسم، يعني لو انا عندي مثلا الرسمة دي جايبه لي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لو دول 15 ثانية انا ممكن ادوس هنا واركز بس ان الثانية دي او الثانيتين دول يبقوا واخدين الشاشة كلها. يبقى انا لما اعلي لحد ما توصل لي هنا يجيب لي يفرد لي الشكل ده في ثانية واحدة او ثانيتين او 3، وكل ما اعلي او اوطي يكبر المساحة بتاعت الزمن او يقللها، يجيب لي دقائق او تفاصيل المنحنى او القياسات اللي عندي دي جوه ثانية او ثانيتين او 3 لو هي دي محور الدراسة عندي، عشان اشوف المتغيرات اللي فيها والانكسارات والديفوهات اللي موجودة فيها. لان احيانا كتير قوي لما ابقى انا بعرض كل الثواني دي في شاشة واحدة ما تجيبليش التفاصيل، جايبالي بس شكل من بره كده، القياسات من بره شكلها ايه. لكن لما انا بدوس على الايقونة دي وبزود بزود بزود لحد ما اوصلها لثانية واحدة، فهتجيب لي التفاصيل اللي للمنحنى ده جوه الثانية تفردها لي على الشاشة دي كلها، والعكس بالعكس. عندنا هنا عند الضغط على results icon هيطلع لنا بقى الايه دي بقى الايقونة اللي هي ايه؟ احنا قلنا بروتوكول، وبعد كده القياس بتدوس على ميجر القياس. لما نرجع كده ورا، طبعا انا اما بختار العضلات، تمام، مقلناش دي، اما بختار انا الشكل ده سواء بقى المهارة استاتيكية او ديناميكية او فري، بعد ما بختار الشكل ده بيبقى عندي حاجة اسمها البيك تو بروتوكول. البيك تو بروتوكول يعني انا بعد ما بختار الشكل ممكن ادون ملاحظة هنا على البروتوكول ده لما اختاره للاعب ده. طيب وايه بقى فينش وايه فينش ميجرينج؟ فينش يبقى انا كده بقفل بعد ما اخترت الشكل
بقفل الشباك الحواري ده وهو لسه بيقيس، لكن فيشر اند فيشر فينيشنج اند ميجر يبقى هو ان انا اخترت خلاص وبكمل القياس بتاعي. يبقى هنا اخترت الشكل بس، وهنا اخترت الشكل وبكمل القياس بتاعي عادي جدا. عندنا هنا الشاشة متقسمة ل A و B و C و D. فاحنا عندنا هنا دي قياسات قديمة سابقة، ولو نلاحظ كده هنلاقي ان البروتوكول هو في بروتوكول للمتوسط الحسابي، وفي بروتوكول للاختبار، تمام، وفي بروتوكول ترينر، يعني موجود للتلات حالات اللي احنا ذكرناهم في البرزنتيشن اللي فات اهو، الاشارة الخام والمعالجة الافريج وتسجيل الإشارة في صورة رسم بياني وتحميل القياسات. فاحنا لما نيجي نشوف هنا القياسات، ادي البروتوكول، كل بروتوكول لوحدة القياس، سواء بقى البروتوكول الفري او البروتوكول الافريج او البروتوكول الترينر او الداونلود. يبقى كل قياس من القياسات اللي احنا بنختارها ليها البروتوكول الخاص بيها. وادي اسم الزمن واسم اللاعب او تاريخ ميلاد اللاعب، ده هنا مختاره من خلال تاريخ الميلاد، يبقى حاطط لك تاريخ الميلاد. وادي البروتوكول الداونلود، يعني ده البروتوكول ده اتعمل بره في ملعب بره، او اتعمل والكمبيوتر مش قايد وبعد كده تم تحميله في وقت تاني. وده البروتوكول اللي هو متوسط الحساب، اللي هو البروتوكول رقم 2، تمام. وهنا عندنا البروتوكول روينج، ده أول طريقة لتسجيل الإشارة الخام، روينج المهارات الديناميكية تتسم بالحركة، يبقى ده بتاع المهارة الخام اللي هو روينج. والأفريج ده بتاع المعالجة، بنسجل وإحنا بنعالجه إحصائيا. وعندنا الديناميك، عندنا بعد كده الروينج والأفريج، وبعد كده عندنا النوع الثالث اللي هو بار جراف. يبقى دي الطريقة الرابعة، يبقى أول طريقة عندنا الروينج، والطريقة التانية الأفريج، والطريقة التالتة ترينر، والطريقة الرابعة الداونلود. دول الأربع بروتوكولات للقياس عندنا، وده البروتوكول اللي احنا بنختاره لما نحب نستعرضه تاني في منطقة بي. هنشوف كده منطقة بي بيقول لي هنا ايه، عند الضغط على الاختبار المحدد يتم عرضه في هذا الجزء، تمام. فانا اخترت هنا، فطلع لي الاختبارات اللي موجودة بتاريخ ميلاد صاحبنا ده، سواء بقى عمل اختبار واحد اتنين تلاتة زي ما هو عاوز. طيب اما اجي استعرضه، هستعرضه من الايقونة سي، من الايقونة دي، تمام، from left. يبقى انا بدوس على الايقونة دي عشان استعرض الايقون. لو انا عاوز امسح الاختبار ده، هقوم انا دايس هنا همسح الاختبار ده. طيب المنطقة دي بقى بتقول ايه؟ العرض بيانات الاختبار المختارة اللي هو بارت ايه، الاختيار اوبشن، يعني ده الاوبشن اللي موجود بقى جوه الاختبار. بدوس على فيس ايكون ديسبلاي، تظهر شاشة تحليل النتائج. يعني هنا النتائج بعد ما قمنا عليها بعمليات معالجة احصائية، او انا بعالج النتائج بتاعتي. لكن اللي فوق، يبقى اللي فوق اللي تحت هنا مرتبطة او الاربع طرق، تمام. اللي فوق هنا متعلقة بأول ثلاثة بس، لكن اللي تحت الأربع طرق. يبقى اللي تحت هنا معالجة البيانات، الداتا بتظهر لي هنا معالجة الداتا بعد المعالجة، وهنا البيانات بتظهر لي قبل المعالجة اللي هي بتبقى خام، أو هي الخام بس، الخام أو داونلود هي اللي هتبقى تظهر لي هنا، لكن اللي هي الروينج والداونلود، لكن الأفريج والترينر هيظهروا لي الأربعة هنا بعد المعالجة الإحصائية، هنا الخام فقط في منطقة بي. عندنا بعد كده دي وقت ما بنقوم بعملية القياس، بيظهر لنا الشباك الحواري ده أو النافذة دي. النافذة دي
طبعا متقسمة بقى للقنوات بتاعة العضلات. عندنا هنا توضيح الأجزاء منيو بار، وعندنا ده شريط القوائم طبعا اللي هو اللي فوق ده، وعندنا تول بار شريط الأدوات، وعندنا كالكوليشن بار ده هنتكلم فيه المحاضرة الجاية إن شاء الله، ده شريط أيقونات إجراءات الحسابات، ماركر بار ده العلم هنشوفه برضو وهو موجود هنا تمام، وبعد كده الجراف اريا دي مساحة العرض، دروينج اريا مساحة الرسم، واي سكول المتجه الرأسي لمساحة الرسم، ماكس ماين ضبط أعلى قيمة وأقل قيمة لمساحة الرسم، سكول يونت اللي هي لتوضيح وحدة قياس المتجه، وبعد كده عندنا تايم سكول لتوضيح وحدات القياس الزمني. طبعا هنشرح الكلام ده إن شاء الله في المحاضرة الجاية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهنتكلم شوية في الموضوع دوت في الفيديو، وننتقل الآن إلى الفيديو، وأتمنى من أعزائي الطلاب والمستمعين الاستفادة من هذا الفيديو أو هذه المحاضرة، المحاضرة الثالثة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله، ننتقل إلى الفيديو التعليمي على برنامج ميجا وين. اهلا وسهلا بيكو، هنستكمل تشغيل برنامج وين ميجا اللي هو الجهاز اللي بيشغل الاي ام جي الالكترومايجراف، واحنا عاوزين نقول ان الاصدار اللي موجود عندنا بيشتغل او متوافق مع ويندوز او مايكروسوفت ويندوز 2000. الاصدار البرنامج 2.2 وين ميجا 2.2 زي ما احنا شايفين ان هنا دي واجهة ويندوز 2000. هنا احنا شايفين هنا البرنامج فيه تولز بقائمة فايل يوزر وامبورت تمام، والاكسبورت وميجا وين بروجرام فولدر واكزايت خروج. عندنا الداتا بيس، بيرسون، انستيتيوت، بروتوكول، دكتور، ميجر، بروجكت، كلاسيفيكيشن، فاتيك، ريفرنس. عندنا هنا الميجرمنت، ميجر القياس والفيفوريت. في عندنا هنا ويندوز واوبشن تمام، اللغة والباسورد الجديد لو هيبقى فيه تحديثات، ويندوز ديفايس مانجر، وعندنا طبعا هنا قائمة هيلب. طيب عندنا احنا لما بنيجي نستعرض في البرنامج عندنا ايقونة بيرسون، بروتوكول، ميجور، فيفورت، ريزلت. اذا الايقونات دي موجودة هنا في المسطرة اللي موجودة فوق. احنا عندنا هنا قائمة بيرسون عشان نفتحها كده على اخر حاجة هيشتغل عليها. طيب نشوف بقى هشام ده كده، نشوف اسم من الاسماء دي كده، محمود او هشام، ندوس ريزلت شوف البيانات بتاعته شكلها ايه. هنا البيانات مرتبطة بتاريخ الميلاد وميعاد القياس والتعريف البروتوكول اللي اشتغل عليه اللاعب تمام. في قياسات في اخر، نشوف بقى هنا كده هذه قياسات اللاعب في مهارة، وهنشوف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. اللاعب ده عمل قياسات بالتمن قنوات للبرنامج، والتمن قنوات مدي لنا هنا 8 قرايات. انا ممكن اتحكم هنا في القرايات ديت لو هي خارجة عن
مساحة البرنامج، إن أنا بتحكم بزيادة أو زيادة المساحة أو تقليل مساحة القراية من خلال الأيقونات الموجودة عندنا هنا والتي سيتم شرحها فيما بعد. ممكن أعمل حسابات هنا للمتوسط حسابي، في عندي هنا مسطرة اهي ظهرت، المسطرة ديت مرتبطة بالقياسات ديت، عندي أيقونات، الأيقونات ديت برضو مرتبطة بالقياسات ديت. الأيقونات ديت المهم فيها إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا ممكن نعمل معالجات إحصائية أو معالجات لأشكال اللي موجودة قدامنا والتي سيتم شرحها لاحقا في فيديو آخر، لكن إحنا هنا اتعرفنا على شكل البرنامج، طريقة القياس. طبعا هوريكم طريقة القياس دلوقتي. طبعا المفروض ان البروتوكول ده اللي هنبقى مطالبين بيه ان شاء الله في الشغل بتاعنا. انا بختار هنا البروتوكول، عندي هنا كذا بروتوكول، فانا هختار مثلا بروتوكول التدريب. عدد القنوات بقى 32 ولا 64 قناة، فاحنا هنا امكانيات جهازنا لحد قناة 8 فقط. خلاص البروتوكول اللي احنا اخترناه هنكتبه هنا. تمام، هندوس نيكست، كونفيجر هذا البروتوكول، هندوس نيكست، وبعد كده بنختار هنا بقى الجسم كله، وهندوس نيكست القناة الأولى، وهنقول له ايه سيلكت سورس، وهنختار في المنطقة اللي انت هتقيسها وتبدأ تحط الأقطاب بتاعتك. هنخلص دي وركبناها وفقا للرسم المتاحة. خلاص هندوس اد ماسلز، خلاص هنسميها بالاسم اللي انا اختاره هنا، هكتبه هنا وادوس اوكي. خلاص وهكذا. يبقى انت عندك هنا بروتوكول تشتغل، وبعد كده بعد ما بتعمل تركيب الالكترودات على الجهاز وفقا للبروتوكول اللي انت اخترته. تمام، هنطفي هنا كده او هندوس قياس ونبدأ في عمل القياسات. اللاعب يبدأ يعمل قياس مبدئي، نشوف الإشارة ونفصل ونعمل قياس مبدئي تاني ونقفل، وهكذا في وقت انقباض بسيط، انقباض أقوى، انقباض أقوى جدا، ونشوف ونتابع الإشارة اللي بتطلع لنا في المنطقة دي. تمام، وبعد كده نبدأ القياس الفعلي عند الأداء المهاري، أو وفقا للطريقة اللي هياخدها الباحث للقياس. عندنا هنا في الفيفوريت وعندنا هنا الريزلت النتائج. احنا قلنا طبعا الفيفوريت دي للقياسات اللي اتاخدت قبل كده، وعندنا هنا الريزلت النتائج بتاعت لاعب اللي اسمه محمد صلاح، فانا بشوف النتائج بتاعته دي وهستعرضها. تمام، هندوس على الايقونات ديت ونشوف ايه اللي هيطلع لنا من خلال كل ايقونه، وبقلل هنا بتتبع الثواني اللي قام فيها اللاعب في الثانيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، 5 6 7 8 9 10، بتتبع الثواني اثناء قياس اللاعب. تمام، وبعد كده هنا الجراف ويدس، هنا draw area يعني المساحة، في بزود المساحة من 1 لحد 8، 8 دي بتقرب قوي المساحة، 1 دي بتوسع جدا المسافة بتاعة القياس عشان أشوف دقائق القياس للاعب في القناة الأولى. تمام، أنا هصغر كله تاني. تمام، يبقى أنا كده جايب الثمان قنوات، ممكن أجيب قناة 7 قنوات بس، ممكن اجيب 6 قنوات بس، 5 قنوات بس واعمل عليهم زوم وتتبع الاداء بتاعهم. ممكن اجيب القناة الاولى، اول عضلة بشكل تفصيلي، ممكن اجيب عضلتين مع بعض واقارنهم بشكل تفصيلي. تمام،
بعد كده 3 قنوات، 4 قنوات، وهكذا لحد 8 قنوات اللي قام بيهم اللاعب في الياس. خلصنا شرح، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالشرح بتاعنا على القياسات اللي هي موجودة بالفعل على البرنامج الميجا، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كتير من هذا الكلام. شكرا.